أكيد مثل كل سنة بهاليوم نحتفل لأنه منحب هالذكرى الحلوة ومنتذكر شو صار من أكثر من 70 سنة. بس يلي بدي أقلكن اليوم أصدقائي، السنة الاحتفال باستقلال لبنان في نكهة خاصة ومميزة وبتبشر بأمل كتير كتير كبير. رح أقلكن ليه. يلي صار تقريبا من شهر أو شهر وشوي ب 17 تشرين كتير كبير، يلي بلش ب 17 تشرين مع كل الشعب اللبناني ومعكن أنتو، لأنه بعرف أنه قسم كبير منكن نزل مع كل الناس حتى يقول لا لكل شيء بيظلم، وحتى يقول لا لكل إنسان بيتخطى القوانين كرمال مصالحه. مشان هيك اليوم كلمتي لألكن أنه من 17 تشرين لهلأ وإن شاء الله على طول يدل في نفس الاستقلال يلي صار بـ 43، والنفس اليوم كسر حاجز الخوف عند كتير من الناس، والأهم أنه كسر حاجز اليأس، وصار الإنسان المظلوم يقول أنا مظلوم، وصار الإنسان يلي بيعتبر أنه في مسؤول ما عم بيقوم بمسؤولياته بيقول بكل صراحة وبكل جرأة إيه ما عم تقوموا بمسؤولياتكم. ولحتى ما نكون نحن لوحدنا كمؤسسة كجامعة كيوزاك عم نغرد لوحدنا، نحن من آمن بمجتمع موحد. مشان هيك يلي تبنيه، بحب شوف بعد أكتر أعلام لبنانية منو نكتار، يلي تبنيناه هو أول شيء نداء البطاركة والأساقفة ورؤساء العمين كلهم سوا، إن كانوا كاثوليك أو أرثوذكس أو إنجليين، يلي قالوا بشكل واضح نحن مع أحقية طلبات الناس يلي تعبت ويلي انظلمت ويلي جاعت. ولكن بنفس الوقت بدنا ننتبه أصدقائي، ضروري هالحراك أو هالانتفاضة أو هالثورة مثل ما كتير ناس بيسموها، ضروري تضل على نقاوتها، ضروري تضل على طهارتها، ضروري تضل على عفويتها يلي بلشت ب 17. وانتو المثقفين ولاد الجامعات، انتو ولاد الأوزاك ما بتقبلوا حدا يستغلكن، خليكن على نقاوتكن على عفويتكن على طبيعتكن وعلى طهارتكن. وإذا بدنا نعمل ثورة مثل الشباب بدنا نعملها ثورة مبنية على الإدوكيشن، على التربية، على التربية، وبعرف إنكن هيك. وما في ثورة أو حراك أو انتفاضة عطي نتائجه بعد جمعة أو شهر أو شهرين أو سنة. رو كل التاريخ، الثمار بنقطفها لونج تيرم، بس بدنا صبر، بدنا بيشنس، بدنا نكون مثقفين ونعرف انه طلباتنا محقة 100%، بس بنفس الوقت بدنا نحترم الحوار. يمكن في ناس مش مع يلي انا عم بحكيه هلأ، بس انا اقل شيء انه احترم له رأيه. هيدا القسم الثاني يلي مش كتير مقتنع باللي عم نقوله، بدنا نحترمه لو ما كان من رأينا. وما تنسوا ابدا القسم الثالث، كلنا بننساه، في قسم وكبير منه صغير قاعدين بالبيوت صامتين، يمكن لانهم فزعانين، يمكن لانهم يأسانين كثير، ويمكن لانهم ناطرين تشوفوا شو بده يصيروا. منشان هيك نحن بنطلب لهم، ندعي لهم، بنصلي لهم لحتى يصبروا معنا ولحتى يرافقونا ويدعوا لنا بهالمسيره الطويلة، ما تنطروا ثمار قريبة.
نحن اللي عم نعمله هلا، اللي عم تعملوه انتم كطلاب، اللي عم يعملوه الناس بعفويتهم وطبيعيتهم، هذا بدي يعطي ثمار للبنان المستقبل، وانتم عليكم تكونوا رواد هيدا المستقبل. انتم تلاميذ الازاك، مش حيلا تلاميذ. بدي الفت نظركم على اللي شايفينه هون على يميني ويلي شفتوه على ايزاك سوشيال ميديا، وبشكر الكوميونيكيشن اوفيس يلي اخذ كلمه اندبندنس داي واخذ كلمه ديبند باندبندنس وقال وي ديبند اون يو اور ستودنتس، وي ديبند اون يور ادكيشن، وي ديبند اون يور ديسيرنمنت، وي ديبند ان يور انتجريتي، وي ديبند اون يور اونستي، we depend on your transparency. وحتى تقدروا تحتفلوا ما رح طول، اخر فكره بدي اعمل عهد انا وياكم اليوم، وتقلكم شو هو هالعهد، رح قلكم ليه بدنا نعمله. هودي المسؤولين يلي اليوم عم نطلبهم انه كونوا transparent، كونوا شفافين وما تتخطوا القوانين وما تظلموا حدا وما تشتغلوا حسب مصالحكم. هودي كانوا بعمركم بالجامعة، وأنا بأكد لكم أنه هول الشباب اللي وصلوا اليوم كانوا بالجامعة، كان عندهم يمكن كونتاكت أكتر من غيرهم، كان عندهم إمكانيات شوي أكتر من غيرهم، وكان عندهم ناس بيعرفون شوي أكتر من غيرهم، بس سمحوا لحالهم هن والتلاميذ انه يستفيدوا شوي من هون، شوي من الكونتاكت، شوي من المسؤولين، شوي من السياسيين، وقالوا معلي ما هي شغلة صغيرة، خلينا نزمد بريشنا. مرقوا وقالوا هيدا منو كوربشن، ما بتحرز. كبروا صاروا بالمجتمع واخدوا مهن ويمكن نجحوا فيها وبدعوا، بس لأنهم نجحوا ولأنه عندهم كونتاكت أكيد مرقوا مع فلان، وأكيد طلبوا خدمة من فلان، وأكيد عملوا واسطة لفلان، وأكيد عملوا زبائنية وفئوية أكتر وأكتر، وقالوا لحالهم معلي ما نحن أذكياء ونحن بحقلنا شوي، ما نحن عم نعمل منيح ومعلي إذا استفدنا شوي. كبرت البرسنتج تبع الكوربشن. من بعدها صاروا مسؤولين سياسيين، أكيد ما عم بحكي على الكل، عم بحكي عن اللي عم نطلبهم، إن كان بالانتخابات أو بالتعيينات، وصار عندهم كونتاكت أكتر وقوة أكتر وواسطة أكتر وزبائنية أكتر وفئوية أكتر، وصاروا مسمحين لحالهم حيالله شيء. تعرفوا شو عم بوصف؟ عم بوصف المسؤولين يلي عم نطلبهم اليوم يلي غطسوا بهالسيستم ومش منتبهين، لأنه كل سنة زاد شوي وهن يقولوا معليه ونحن بحقلنا ونحن كبار ونحن مهمين. هيك بتصير الكوربشن. اوعى تفكروا واحد هيك بيوعى تاني يوم الصبح بيصير كوربت. مشان هيك كتير فزعان عليكم انه نمرق من هلا شغل صغيري من هون وشغل صغيري من هون، وانا بعرف فلان وبيرتلال، انا بعرف فلان وانا هيك ببسمة صغيرة، واذا بتعرفوا بالقوانين بتاخد حقك. بدي اتعهد انا وياكم اليوم، معلي باسمكم رح احكي رغم انه يمكن يكون في ناس مش ما رح يوافقوني، انا وياكم كل واحد منكم بدنا نتعهد، بدنا نوعد حالنا واهلنا وبلدتنا ومجتمعنا ووطننا وربنا انه ما رح نقبل ولا يوم ذرة ميل تنستفيد بواسطة او بفئوية او بزبائنية من هلا حتى ما ندخل بالسيستم ونصير مسؤولين منا مسؤولين. فينا نتعهد هالشي؟ بدي جواب. فينا نتعهد؟ نبلش من اليوم، من اليوم، من اليوم هلا، بس اطلع الصف، بس روح على المكاتب، ما بقبل استفيد، بمشي بالقوانين وبالآليات، وانا بيرتلال بتعرفوني كلكم
العهد يلي أخذته على حالي من خمسة أشهر بيني وبين حالي ومع ربنا بتعهدوا قدامكم بشفافية، ما رح اقبل حدا يتخطى القوانين والآليات تيميز حاله، وكل واحد مظلوم رح ياخد حقه. هيك منبني جامعتنا، هيك منبني مجتمعنا، وهيك بالمستقبل منبني وطننا. ما في غير طريقة. الله يوفقكم، إن شاء الله بينعاد عليكم كل سنة يا رب.